شريكه كابتن اسامه تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل ما زال قناه الاهلي بتعمل الجديد، ما زال قناه الاهلي بتنقل دوري قطاع الناشئين على الهواء مباشره بوسيله تحليلي في سابقها الاولى من نوعها في الشرق الاوسط. خليني اقول لك يمكن النهارده في الاسبوع 25 مباراه الاهلي وبيراميدز مواليد 2001. زي ما حضرتك قلت الاهلي لعب 22 مباراه، الاهلي في الصداره برصيد 57 نقطه وبيراميدز برصيد 27 نقطه في المركز ال11. يمكن الاهلي فاز فعلا في 18 لقاء وتعادل في 3 وهزم في هزيمه واحده، احرز 16 هدف، اقوى خط هجوم، استقبل 14 هدف. يمكن هدافي نادي الاهلي عبد الوهاب علي 10 اهداف، يمكن ب8 اهداف شادي رضوان و7 اهداف حماده الفيل، يمكن هداف بيراميدز عماد ميهوب ب9 اهداف. طبعا القياده الفنيه لنجم المدير الفني الكابتن احمد سراج. يمكن اتكلمت مع الكابتن احمد سراج وبعض لاعبي النادي الاهلي عن المباراه الاخيره بعد اذاعتها. يمكن الاهلي كسب 1-0، يمكن كان في توتر ولا ما فيش توتر، الاذاعه عامله لهم توتر ولا ما فيش توتر، البعض كان راهب شويه موضوع اذاعه المباريات. ولكن النادي الاهلي بيصنع جيل جديد، بيصنع نجوم واعدين للفريق الاول، فلازم اللعيبه يتعود من صغره على اذاعه المباريات عشان يتحمل الضغوط في المستقبل. ولكن النهارده باذن الله وعدوا ان يكون في تقديم مشرف وتقديم قوي يليق باسم النادي الاهلي. لو حبيت كابتن اسامه اقول لك التشكيل اللي هيلعب بيه النهارده النادي الاهلي. كابتن احمد سراج هيبدا في حراسه المرمى بالحارس ماجد سليم، امامه 2 سردباكين محمد مغربي وهاني عمرو، على الشمال محمد اشرف، على اليمين احمد سعيد عبد النبي، 2 ديفندرين احمد نبيل كوكا وطه محمود، 3 في الامام احمد اشرف وعلى اليمين محمد سلامه وعلى الشمال حماده الفيل، هجوم عبد الوهاب علي. ده تشكيل النادي الاهلي. كابتن احمد سراج الان بيجري محاضره اخيره قبل نزول الملعب. الحكام يمكن لسه ما كملوش الى الان الساعه 2:10، خلاص مباراه الساعه 2:30. باذن الله تكون مباراه قويه للنادي الاهلي، باذن الله يكون الفوز اليوم حليف النادي الاهلي عشان يستمر في الصداره. كابتن اسامه اتفضل. بنشكر زميلنا شيخ شعبان.